السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع كنا اتكلمنا فيه قبل كده، وهو موضوع اليكس سيرفينج والموقع اليكس سيرفينج والخدمات اللي بيقدمها اليكس سيرفينج. الموقع ده طبعا مشهور جدا، لو كنتوا تفتكروا الفيديو اللي انا كنت نشرته قبل كده، اللي هو أول فيديو في القناة، أول فيديو كنت نشرته في القناة دي، وأول برضه فيديو كنت نشرته في القناة الأولانية اللي أنا عملتها. هو فيديو بيتكلم عن اليكسا سيرفينج وعن طريقة الحصول على 1,000,000 زائر يوميا لموقعك. الطريقة طبعا ما عادتش شغالة من ساعة ما اليكس سيرفنج قفل الموضوع انك تقدر تعمل اكتر من اكونت على اليكس سيرفنج باكتر من اي بي، واستخدام هوت سبوت شيلد ممكن تعمل اكتر من اي بي بالبرنامج ده. ولكن المشاكل دلوقتي كترت بحيث ان اليكس سيرفنج قفل الموضوع ده خالص نهائيا، ما تقدرش تعمل اكونت، يعني بقى بيقفش الموضوع ده، معرفش ازاي بس بقى بيقفشه. احنا النهارده هنتعلم ازاي، او مش هنتعلم يعني، هو الموضوع برضه انا هرجع اتكلم فيه لان انا كنت اتكلمت فيها تقريبا في الفيديو ده، ولكن هرجع انبه على النقطة دي في الفيديو ده، وصراحة هي يعني حاجة تستاهل ان انتوا تتابعوا الفيديو ده عشانها. ويا ريت لو حد همه الموضوع ده يا ريت يكمل الفيديو معانا للاخر، ونطلع فاصل وبعد كده نكمل الفيديو. طبعا دي الواجهة بتاعت الموقع زي ما كل الناس عارفة عن الموضوع ده. اول حاجة بسرعة، اولا الناس طبعا معظم الناس اللي معايا دلوقتي عاملين اكونت على اليكس سيرفنج مسبقا، لكن حاليا من نفس البلد بنفس الاي بي نفس كل حاجة، اعمل اكونت مرة تانية، نعمل ساين اب بالشكل ده زي ما احنا عارفين. هتعمل ايميل وباسورد وكونفيرم الباسورد، وبعد كده هتكتب هنا تعمل ده علامة صح، وبعد كده خلاص وكده بتكون انتهت عملية التسجيل وتعمل ساين اب. لو عمل معاك تسجيل يبقى كويس، ما عملش معاك تسجيل يبقى ترجع وتفتح بالاكونت بتاعك العادي. طبعا انت اول مرة تستخدم الموقع فهيعمل معاك تسجيل عادي جدا، انا هعلمك ازاي تجيب نقط من الموقع بالطريقة العادية، ولكن هنتكلم مرة تانية في نفس النقطة. لو عمل معاك تسجيل هيفتح معاك اكونت جديد عادي، اما لو ما عملش معاك تسجيل مش هيفتح معاك الاكونت، وتفتح اكونتك القديم لان اوريدي هتكون انت عامل اكونت، يعني لو ما بداش معاك تسجيل ما تجربش تعمل اي بي تاني لان زي ما قلت لك مش هيشتغل. انا يا جماعه عملت اي بي، عملت قصدي اكونت عادي خالص زي ما انتم شايفين، عملت اي اكونت طبعا بايميل وباسورد وعادي خالص، وفتح معايا عادي وانا عملت اكونت جديد. فانا بتكلم لو نفع معاك وتعمل اكونت جديد اعمله. وهنا نعمل لوج ان، طبعا هخش بالاكونت اللي انا كنت عامله، تمام هو ده الاكونت اللي انا الجديد اللي انا عملته، وهنكتب هنا الباسورد والايميل ونعمل لوجن. تمام، بعد ما يفتح الاكونت زي ما انتم شايفين انا معايا 250 نقطة. 250 نقطة جبتهم منين؟ جبتهم من صفحات الفيسبوك. هتضغط هنا على ستارت عشان تاخد لايكات من صفحات الفيسبوك، حتى لو انت عامل لايكات للصفحات دي مسبقا فانت عادي اعملها لايك مرة تانية، اعمل ديسلايك بعد كده اعمل لايك، او اعمل ان لايك بعد كده اعمل لايك مرة تانية عادي. لكن بعد ما تاخد عدد من النقط معين او في ايام معينه بس بتنفع معاك الحركه دي، في ايام تانية ما بتنفعش. لو تلاحظوا ان دلوقتي ما ظهرليش حاجه، على املك انت هيظهر لك لان انت ما عملتش عملت لي... يعني في حاجات انت ما عملتلهاش لايكات قبل كده، فانت على املك انت لو جديد هيظهر والقديم برضه هيظهر، فانت جرب في الاثنين وان شاء الله تنفع معاك. تمام يا شباب، اتمنى يكون الموضوع واضح بالنسبه لكم. تمام، لو ظهرت هنعمل لها لايك، ما ظهرتش هنفوتها ونعمل سكيب عادي، لكن انا متاكد ان معاك انت هتنفع، يعني مع اللي بيشوف الفيديو دلوقتي وعمل اكونت جديد واشتغل معاك الاكونت او فتحت باكونتك القديم فهتنفع. تمام، اي زي ما انت شايفين اهو، تعمل لها اهو بعد كده تعمل لها لايك مره تانية. تمام زي ما انت شايف كان معايا 250 نقطه. تمام، جت معاك جت، ما جاتش ما جاتش عادي، لكن في اول على فكره لما بتكون لسه اول مره تعمل لايك بيجيب لك هنا 50 نقطه او 60 نقطه، يعني هنا الوقت قل له شويه لكن بيجيب لك فعلا 50 او 60 نقطه في الاول. تمام، بعد كده تجيب الداشبورد، تمام 286 نقطة. طبعا احنا عارفين ازاي بنستخدمه ولكن هنستخدمه برضه عادي. هنخش هنا على بلاجر، يا ريت كل واحد يدعم بعمل سبسكرايب للقناة عشان نوصل لهدف الشهر، ما عادش غير 8 ايام تقريبا، او على الاقل نوصل لنص الهدف. احنا خلاص قربنا على نص الهدف تقريبا، خلاص باقي لنا تقريبا 100 مشترك تقريبا ونوصل ليه نص الهدف، يعني حاليا احنا 400 مشترك او 395 حاجة كده، ولكن قريب جدا نوصل ان شاء الله 500. وفي الشهر لو ما وصلناش ل 1,000 في الشهر ده لسه 8 ايام، يا ريت كل واحد يعمل سبسكرايب اللي بيشوف الفيديو. لو ما وصلناش ل 1,000 في الشهر ده ان شاء الله في الشهر اللي بعديه نوصل ل 1,500. هنشوف ازاي بقى نعمل، يعني نستخدم النقط. موضوع طبعا سهل، وطبعا انتوا عارفين ازاي بتضاعف النقط، لكن مش هستخدمها برده على المدونه بتاعتي، خليني ماشي ستاندرد عشان ايه، عشان لو استخدمت ادسنس فيما بعد. انا حاليا ما بستخدمش ادسنس، فاحنا نستخدم حبايبنا اللي احنا بنستخدمهم دايما يعني. تمام، دي طبعا مدونه المشهوره اللي انا عملتها.
لو تلاحظوا على فكره مروان دي لسه حالا لسه بيجي لها زوار، انا مش عارف بيجي لها منين، لكن بيجي لها زوار لحد دلوقتي زي ما انت شايف. اليوم 2702 وامبارح 10000. انا والله العظيم ما رسلت لها ولا زائر. تفهموش المدونه دي اتشهرت ولا ايه، والناس بتجي لها ازاي اصلا ما تفهموش. لكن المهم ازاي بقى نجيب الزوار، فانت هتاخد ده كده كوبي مثلا، انا عايز اعلي ده لمليون مثلا. طبعا 250 نقطه دول مش هيجيب لك المليون، ولكن هيجيب لك طبعا رقم محترم يعني، على الاقل قول مثلا 50000 مثلا. ال100 كانوا بيجيبوا لي 18000 او 20000 يعني. ال280 دول ممكن يجيبوا مثلا قول ممكن 50000 ان شاء الله. المهم الطريقه كالاتي، هتاخد ده كده كوبي تمام، وتروح لجوجل، جوجل شورت نار، ثانية نفتحها من هنا. تمام هو ده، تخلوا ده كده جنبكم هنا على طول، في تقريبا انا كنت حاطه هنا في الموقع هنا، يبقى شيلته مش مشكلة. فهننقل ده هنا زي ما انتم شايفين، هتاخدها دي كوبي تعمل هنا دون، تحط دي مكان دي. طبعا سيب لك ده اسفل الفيديو، سيب لك الرابط ده اسفل الفيديو. هتحط دي مكان دي، تاخد دي كده وتعمل لها كوبي وتعمل لها بيست، تكبر دي بقى كده وتمسح ده تمام، تعمل لها هنا كمان كوبي. هوقف الفيديو، هعملهم لحد 1500، 1500 رابط تمام يا شباب، 1500 رابط المدونة تقدر تاخد لحد 1500 رابط، ممكن 2000 كمان، بس خلينا في المضمون خلينا 1500 رابط. وأوقف فيديو ثواني وهعملها واجي لكم. تمام بعد ما عملناهم 1500 هنرجع هنا مرة تانية، طبعا نخرج بقى من ده ونعمل هنا مشاركة جديدة. تمام طبيعي ان البلاجر اصلا بتهنج، فطبيعي انها ممكن لو هنج معاك هتخرج عادي جدا وترجع لبلاجر مرة تانية عادي خالص. هنا هتنزل تحت كده، ممكن تمسح ده لو عاوز مثلا، ولكن نسيبهم وخلاص. هتعمل بيست وتعمل نشر مباشرة، بيست ونشر، تكتب هنا أي عنوان عشان بس نبقى نعرفه في بلاجر 1 كده ماشي، وتعمل بيست ونشر، بيست نشر تمام. لو تلاحظ بتهنج ولكن تعمل نشر، متعرفش منك وقال لك في مشكلة، ما قالش أي حاجة، قال 500 رابط بالظبط تمام. تعمل نشر، مش لازم تعملها شير طبعا، تعمل هنا كنسل. تاخد بقى الجميل ده، احنا عايزين نزود ده افتكروا، ها تاخد ده ترجع هنا تعمل ماي ويب سايتس تمام، وهتعمل اد ا نيو ويب سايت، وتعمل دي هنا كده تمام. تمام كده الدنيا كلها ايه تمام. بصوا هتعملها 40 ثانية، لو هتعمل الموضوع ده على مدونتك انت، مدونة جديدة وكده، فانا برجح لك الون مينت. لكن عايز تجرب زي ما انا هجرب كده وعايز تجيب اعلى رقم، فانا هعملها 40 ثانية تمام. بس انت عايز تقلل تدريب اليكسا وتظبط الدنيا كده، اعملها ون مينت تمام. فانا هعمل هنا سبميت كده الدنيا تمام، وبدأوا ياخد مننا النقط اهو زي ما انت شايف، بدأ ياخد مننا النقط. وهخلص ال 285 نقطة، عايزين بس نرجع عشان نفتكر، هنا 103000 وهنا صفر، 103000 وهنا صفر. طبعا طبعا كلنا عارفين ان انت ممكن ده تقلب بقى، تقلب بقى في الروابط بقى، تحط الروابط اللي انت عايزها بقى براحتك تمام. هنا 103 وهنا صفر، وانت هنا ممكن تحط في الروابط اللي انت عاوزها طبعا، زي ما انا كنت شرحت قبل كده في الفيديو اللي فات، هتلاقيه في الاند سكرين عشان لو حد عايز يفهم اكتر في الموضوع. هنوقف الفيديو نخلص النقط لحد دلوقتي، هما بقوا كام؟ 83. نخلص النقط وهرجع لكم مرة تانية. زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى 120 نقطة. نرجع كده مرة تانية، وهو ده الجزء التاني من الحلقة اللي انا عايز اعرفه لكم. نشوف كده زي ما انت شايف 111000 كانت 103000، ما سدوش برضو الرقم اللي احنا عاوزينه خالص يعني، يعني جابوا حاجة بسيطة برضو يعني، قول مثلا 10000 او 8000. طب ليه؟ هي دي بقى النقطة التانية في الحلقة. النقطة التانية في الحلقة بتتكلم عن ان الموقع ده اللي هو اليكس سيرفنج بيدي زوار مدى الحياه زي ما انت شايف في الموقع ده، زي ما انت شايف انا اقسم بالله ما ارسلت له زائر واحد من بعد اخر مره. اللي زي ما انت شايف يوميا بيجي لي على الاقل 2000 3000 زائر، يوميا بيجي لي 2000 3000 زائر.
2000 3000 ايه؟ بيجي لي من 5000 ل 10000 زائر يوميا، بيجي لي من 5000 ل 10000 زائر. وزي ما انت شايف في الشهر اللي فات جاب 1,326,000 زائر. يعني انت تعملها مره واحده وهتشوف البدع، هتشوف البدع، اعملها مره واحده وهتشوف البدع. ما تنساش انك تشوف الفيديو التاني بتاع اللي انا كنت عملته في الاول، لان ده حاولت تعمل برضو تعمل الخطوات بتاعتي اللي انا عملتها، ده هيفيدك جدا. تمام، فنركز مره تانية كده. يبقى في نقطتين في الموقع ده عايزين نفهمهم. اول حاجه انك تخش تعمل اكونت جديد بعد فتره معينه من الوقت، الاكونت القديم بيبقى موجود وكمان تقدر تعمل اكونت جديد، يبقى كده هيبقى عندك اكونتين. نفعت معاك اشتغل، ما نفعتش معاك اشتغل بالاكونت القديم. خش على صفحات الفيسبوك اعمل لها لايكات، خدت نقط، النقط حط الاد نيو ويب سايت ويعمل وحط الويب سايت اللي انت عايزه بالطريقه اللي انا قلت عليها. تمام، بعد كده ترجع هنا وتقوم نشرها برده بنفس الطريقه اللي انا قلت عليها. على مدى الوقت، طول ما الوقت بيعدي، على مدى كل ما الزوار تبقى اكتر، كل ما تلاقي زوار اكتر. اعتقد الموضوع مفهوم. وبس كده، هي دي كانت نهايه الحلقه. عندنا دلوقتي 391 سبسكرايبرز، عايزين نكملهم 500 على اليومين ثلاثه اللي جايين دول، وان شاء الله نوصل ل 1000 مشترك قبل يوم 30 او قبل يوم 28 فبراير 28، قبل ما نوصل ل 28. فطبعا الموضوع ده للاسف هيبقى صعب، ولكن انتوا قدها ان شاء الله. ولكن لو ما وصلناش هنوصل ل 1500 سبسكرايب، وده هدف الشهر 3 ان شاء الله، هيبقى 1500 سبسكرايب. فيا ريت كل واحد يشوف الفيديو يدعمني بالضغط على زر لايك وضغط سبسكرايب بالزرار الاحمر الاسفل الفيديو، عشان ان شاء الله يتابع كل حلقاتنا الجديده. ان شاء الله اشوفكم في حلقه يوم الاربع الجاي في الاستراتيجيات، واستنوني في حلقه الربح الانترنت يوم الجمعه، وحلقه السبت شركات الاعلان، ثم حلقه الاثنين هو تطبيقات الاندرويد او اي مشاكل الاندرويد. فاي حد عنده مشكله في الاندرويد يستنى حد حلقه الاثنين، وان شاء الله يبعتها لي على صفحه الفيسبوك، ونجمع اكبر عدد من مشاكل الاندرويد وننزلها كلها في حلقه واحده. وان شاء الله قريب هنعمل حلقه اسالني لما نوصل ل 500 سبسكرايب. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.